احنا صلاه السجده دايما بتتصلى يوم عيد العنصره ظهرا، مش هنقول مساء، يعني في كنائس بتصليها الساعه 3، في كنائس بتصليها الساعه 4، هي تذكار لحلول الروح القدس على التلاميذ. الحقيقه بس لفت بالي كده، جت منين كلمه السجده، او ليه كانوا، هل هم زمان في العصور الاولى كانوا بيسموها السجده؟ لما بحثت كده لقيت ان الصلوات دي كانت بتقام صلوات عاديه جدا لتذكار لحلول الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، لكن ما كانتش بتسمى السجده. طب منين جت السجده او امتى جت؟ لما كان في عهد البابا مكاريوس الانطاكي كان الشعب بيصلي، وفي اثناء السجده الاولى حصل زي رياح شديده جدا، فاضطر الناس لما خافت انها تسجد، ولما سجدت الريح سكنت فقاموا تاني فبداوا يصلوا السجده الثانيه، فهبت ريح فسجدوا خوفا بردك من الرياح فسكنت الريح، فتكرر الامر في الثلاث سجدات. ومن هنا فهم الشعب ان دي اراده ربنا ان هم يصلوا الصلاه وهم ساجدين. ومن هنا جت اسمها صلاه السجده. الحقيقه هي بتتكون من، يمكن زي ما قلت، السجده الاولى والثانيه والثالثه. الاولى والثانيه بتبقى بالطقس الفرحي استمرارا لافراح القيامه وعيد العنصره. الطقسه الثالثه بتبقى سنوي تمهيدا بقى لدخول في صوم الرسل. مش ببقى فاهم ليه الشمامسه مش بيلبسوا تواني وكده، مش وكمان بيبقوا واقفين. لو خدت بالك ان السجده الاولى والثانيه بتبقى بره في الخورس الثاني، انما السجده الثالثه كمان بنطلع فيها عند الهيكل.